حمص مدينة سورية تعتبر ثالث أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان بعد دمشق وحلب. تتوسط سوريا وهي على بعد حوالي 162 كيلومتر من شمال العاصمة دمشق. شهدت مدينة حمص تغيراً من الناحية الديموغرافية بشكل كبير ونمواً في عدد السكان، وخاصة عندما بدأ تهجير المسيحيين في شباط 2012، حيث كان يقدر العدد بأكثر من 70,000 شخص. أما الآن وبعد العودة في أيار 2014، أصبح عدد العائدين ما يقارب فقط 2,000 شخص. ايامي قايمه والشظايا كلها على البيت والقذائف كلها على البيت، ما بقى ترجعوا له، بدكم تضلوا برا. وعلى اساس نرجع اليوم والثاني واليوم الثاني، وضلت معنا الشغله 3 سنين طلق، ما ولا سنتين؟ ثلاثة تقريبا. ايه سنتين وثلاثة تقريبا. وقت انفتحت الحميدية وجينا بأيار، طبعا كان شنطتها كثير صعبة انه نيجي نشوف البيت، وكان خراب كثير وانقاض من الاساس والخشب والحيطان، ويعني شو بدي اقول لك الك، يعني كل شيء كثير خسارة. مشاعر أول شيء لك الحياة هي مشاعر الخوف. وقتها حسيت إنه قديش نحن متعلقين ببيوتنا، بس الإنسان وقت بتكون الشغلة بتخص شخصيته بالذات والناس اللي معه، بصير الأمان هو المطلوب. إحساس كثير صعب تركي وتمشي. نحن وقت نزلنا من على الدرج لابسين مصان النوم، نحن شو فكرنا يعني ابو 4-5 ساعات بنروح من كنيسة الموارنة، بنقعد بكنيسة الموارنة وبنرجع. بس وقت وصلنا لتحت وشفنا هالعالم تحت وهالناس، بقول لي اخي رجعي بسرعة. لملمي كل شيء بالبيت المهم، نحن كنا حاطينهم بقياس المصاري واوراق الرسمية وما بعرف شو. رجعي لملمي لهم ورجعي يلا. ورحنا وطلعنا من البيت وهذا اللي طلعتنا. وقتها ما كنا عم نفكر بالبيت، لا عم نفكر شو هي الطريقة اللي لازم نطلع فيها من الحال، لأنه معنا شباب وكان خوفنا كثير على الشباب. نحن بالبداية كان مظاهرات، نحن شفت هون الحد الفاصل بين المسيحية وبين الإسلام، كان مظاهرات يمروا من هون من تحت الشباك. اول شيء بالبدايه مروا بس انه اسقاط النظام وهيك، بعدين صار في انه يحملوا السلاح وهون على الشباب هيك انه يمروا سلاح مبين انه بايديهم. بعدين صار في انه ضرب، يعني انه ما شغلت انه بس انه مظاهرات وهيك، صار في ضرب وصار في انه خلافات انه حتى بين بعضهم يعني. ووقت اللي بلشت كل العالم بدها تطلع، طبعا في عنا الاولاد في عنا المدارس انه شغلنا وهيك، طلعنا باثنين شباط 2012، طلعنا ورحنا على الوادي، على وادي النصارى على البشتايه، قعدنا هناك ولبين وسكرت المدرسه لبين ما انه يعني جمعه جمعتين بالكثير، وراحت معنا اشهر وسنين. طلعنا بنهايه باوائل تقريبا بنص الشهر ايار 2012، تقريبا بنص ايار 2012، وطالعين على اساس نحن مصرين نرجع، ما كنا مفكرين ابدا بطلعتنا. يعني كان وقت فارس عند بجده بالمدرسه، اضطرينا نحطه بالمدرسه يعني. ف بطلعتنا تسكرت حمص، والحقيقه كانت صدمه لنا كثير كبيره، لانه رغم كل كان الضغط اللي كنا نتعرض له، كان تعرف شو وضع حرب هيك يعني، فكنا نحن مصرين على البقاء يعني. كان كنا ضالين 3 شهور نحن لحالنا بالشارع كله، شايف هذا الشارع من اوله لاخره كنا لحالنا بشكل
كامل تماما. يعني احنا كنا ثلاثة أول شيء، بعدين بعتنا فارس قبلنا بشهر، وضلينا نحن شخصين فقط بشارع طويل عريض، شيء 200 شقة سكنية كنا ضالين لحالنا، ومصرين نرجع بدليل إنه كنت تاكل براد شغال وفي أكل ومونة، وإنه أنا راجع، يعني ما إنه إحنا طالعين وراجعين، رايحين مشان امتحان فارس ولسه بدنا نرجع. أنا أعرف أعمالك وضيقك وفقرك مع أنك غني. كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. تواصلنا معهم وطلبوا مننا نحصي البيوت وشو تدفين. نحن بهالحالة هاي دعينا أبناء الطائفة للاجتماع وسجلنا مين بيته متضرر يلي كان ساكن بني حمصة القديمة، وعملنا استمارات وكل واحد عبى الطلب. بعد ما جمعنا الطلبات كان في لجنة مشكلة أنا والشيخ وليد كاتبين، أحصينا الكميات المتضررة وعملنا تقييم قديش هالمشروع بيكلف، وبعتنا هالاستمارات كلها للسينودوس اللي هو بوقتها اللي هو كمان راسل الجهة المتبرعة بالموضوع. جايين عم نرمم إسا وبدنا نشتغل، وفوق كنا قاعد بلا شغل غسان من قبل يعني، ونيك قعدنا طول الوقت كيف بدنا نقعد ونيك كيف بدنا نيجي نرمم. يعني كيف هتكمل بعد حياته؟ أخي اللي توفى وقت طلعنا من عصافيته كان عايش حالة كآبي غريبة عجيبة، ما يطلع ولا يفوت ويقول سوريا الأمان مستحيل يصير فيها هيك، يعني ما كان مصدق. وقت كنا معزومين على الغداء وخبرني ابن أخي، أنا صرت قدام باب الدار، وين الألبونات الصور يا عمتي؟ طالع لك ألبونات بس. ألبونات الصور؟ وين؟ قال خلاص صرنا هنا بالحميدية. ما بتتصوري إن نحن ما نمنا حتى طلع السبت الصبح ورقدنا جنا على حمص. دخلنا وفتنا منظر يعني ما بعرف إنه ليش هيك صار، مشان شو صار ما حدا بيعرف، بس بيقول بالنتيجة الواحد يعني الإنسان هو اللي عمر، الإنسان هو يعني هني دمروا ونحن بنعمر ما مشكلة. حمص اليوم تشهد على مسار التاريخ المتكرر، فيتقاطع هذا التاريخ مع ما قاله أشعيا: إن الجبال تزول والأكام تتزعزع، أما أحساني فلا يزول عنك، وعهد سلامي لا يتزعزع، قال راحمك الرب. بشكل عام احنا كنا عم ندخل على ورشه، كان كافه الاعمال اللي فيها، كل شيء في عمل بالبيت كنا نقوم فيه، فقط نترك طالما انه في مبلغ يعني يكفي البيوت هاي البيت او الشقه المصروف الى المبلغ المصروف، فنحن نشتغل كل الاعمال باستثناء الاعمال مثلا الديكور مثلا لا يمكن هيك، الدهان لانه هذا الدهان شيء شخصي وواحد بده يدهن هالنوع وواحد ما بيدهن، وهذا في تفاوت كثير مشان ما نخلق هالتفاوتات ما بين هالبيت وما البيت الاخر. يعني ورشه تقدموا الخشب، البلور، الاباجورات، ترميم الحيطان، صب السقف، عمار فوق، تصويت السطح، تركيب البلور الواجهة البناء، الحديد كيف كان معه شو كنت اصلح وبنيها. يعني انا مقتنع على انه قعدت بيتي ستر فيه بيتي اللي انا تعبت فيه وشقيت عمرته كل خباني بخباني كل بلوك بلوك عمرته زاويته رجعت له انا مبسوط. الجرات جوا كلياتها مكسرة، تربت الأوض، النوم ما فكرت فيه أبدا، كان هي من الصالون وأوضة وحدة نقعد فيها. كمليت الكيس، كمليت لتصليح الأبجورات جوا، قلبته إنه أنا رجعت وصرت قاعدة ببيتنا، وبيتنا له سقف وشبابيك، وشبابيك نظيفة مفتحة ومسكرة، ومدور بيتنا ولسه بس هلا ما عاد في طموح.
بدينا نرمم وبدينا نعمل ونصلح، وبعدين اجانا قرار من الكنائس مشكورين كلهم انه هن بدهم يساعدونا ولو بجزء، يعني اي شيء انه هن ممكن يتحملوا انه يرمموا لنا. وبصراحه لولا الكنائس الحميديه ما رجعت ابدا، بغض النظر طائفتنا طائفه الروم كل الطوائف انه ساعدونا لترجع الحميديه لبيوتها. وهيك صار ورجعنا وان شاء الله تصير ذكريات. بدي اقول لك شو ما صار وشو ما تهجرنا، واذا بنتهجر مره ثانيه وثالثه ورابعه، ما زال طريق العودة طويلاً، لكن مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة، والخطوة الأصعب تمت بمعونة الرب والأخوة من الكنائس الذين دعموا هذه الخطوة، وما زال هناك المزيد مما يمكن القيام به. شكرا للكنيسة والسينودوس، ودائماً يعني لولا ما أني موجودين ما كنا رجعنا. الله يكثر خيرهم كثير، يعني بشرف الوالدين يعني ما كنا رجعنا نهائيا، ما كنا مفكرين بالرجعه يعني. فعلا مدينة مساعدة، مدينة ايد الخير لهم، يعني كثر خيرهم كثير. الشكر لكل مين الحقيقه قدم، ان كان مادي وان كان معنوي، ان كان اجانا بالاسم زارنا ونحن مهجرين. وجه كلمه عبر الفيسبوك او حتى بالتلفزيون، اعطانا دفع معنوي لقدام، حتى اذا اجى صلى لنا كمان. هذا لقد أثبت أهالي حمص وخاصة أبناء الكنيسة أن الحياة تعود لتنتصر على الموت، وأن قوة الظلام كانت قادرة على تدمير الحجارة لكنها لم تستطع أن تنهي إرادة الحياة. وأن رحل الكثيرون، لكن البقاء هو عنوان ما رأينا واختبرنا. إنه لدرس كبير ذاك الذي قدمته كنيسة حمص، ليبقى حياً على صفحات التاريخ وفي ذاكرة الإنسان.